مع احتفال مملكة البحرين في العيد الوطني المجيد، تحتفل الجامعة الخليجية ولجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينيين بالعيد الوطني البحريني. للتعرف على تفاصيل الفعالية يسرنا نستضيف اليوم معنا دكتور مهند المشهداني القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية. صباح الخير دكتور، يا هلا مرحبا فيك، منورنا اليوم في الاستديو. نوري وجودكم. يا هلا مرحبا فيك دكتور. يعني مثل ما نعرف ان الاحتفالات في شهر ديسمبر تزامنا مع احتفال مملكتنا في العيد الوطني دائما تزيد الفعاليات والأنشطة، نبيك تكلمنا أكثر عن النشاط أو الفعالية اللي راح تقومون فيها في الجامعة. في البدء يعني أحب أقدم التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البحرين المفدى وإلى شعب البحرين وإلى حكومة البحرين، متمنيا لهم التوفيق، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم عليهم الأمن والأمان وأن يحفظ هذه المملكة الطيبة. حقيقة كجامعة خليجية اعتادت سنويا أن تقيم هكذا احتفالات بهذه المناسبة الوطنية، ولكن هذا العام كانت المناسبة مختلفة بالتزامن مع جمعية الصحفيين ولجنة الإعلام الرياضي، حيث تم عقد اتفاق شراكة بين الجامعة الخليجية وبين لجنة الإعلام الرياضي في جمعية الصحفيين، وتم الاتفاق على عمل احتفالية مشتركة في الجامعة الخليجية. وحقيقة الجامعة الخليجية فاتحة أبوابها ومشرعة أبوابها لكل الجمعيات وكل الفعاليات بهذه المناسبة، اللي حقيقة الجامعة ابتدت الفعاليات من بداية شهر 12 والمستمرة الفعاليات، ولن تتوقف بهذه الفعالية ولكن نستمر حتى نهاية هذا العام إن شاء الله. نعم. دكتور مهند، هل هذه هو أول مرة يصير الدمج ما بين الجامعة والجمعية؟ حقيقة هي جمعية الصحفيين، نعم، وهي جمعية الصحفيين هي للمرة الأولى نعقد اتفاقية مع جمعية الصحفيين ولجنة الإعلام الرياضي دعما من الجامعة الخليجية التي لها رؤى حقيقة بالانفتاح على جميع قطاعات المجتمع، سواء المجتمع الحكومي أو القطاع الخاص. الهدف هو الدعم والتبادل المنفعة والمشاركة. كجامعة خليجية لدينا اتفاقات وتفاهمات مع اتحادات أخرى، على سبيل المثال اتحاد البحرين لكرة الطائرة أيضا واتحاد البحرين لكرة السلة، والآن بصدد إنهاء اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع اللجنة الأولمبية البحرينية لتقديم الدعم لهذه الشرائح والقطاعات، وهذه ضمن رؤية وسياسة الجامعة الخليجية بالانفتاح على المجتمع. حلو. يعني بما أن هذه أول مرة تصير هاي النوع من الدمج أو الشراكة ما بينكم كجامعة وجهات أخرى، نبيك تكلمنا أكثر عن هذه التعاون وهذه الشراكة، وأيضا بعد نبي نعرف شلون جت لكم الفكرة، بما أن هي أول مرة تطبق فخبرنا شلون جت لكم الفكرة. خليني أكلمك بالبدء عن سياسة الجامعة الخليجية. حقيقة ترتكز الجامعة الخليجية على ثلاث ركائز أساسية. المرتكز الأول هو خريج الجامعة الخليجية اللي هو الطالب، اللي هو البرودكت مالتنا. دائما احنا نسعى بشكل جدي وبشكل حثيث أن يكون الخريج الجامعة الخليجية مميز من خلال حملة للمعارف وحملة لشهادة ذات قيمة عالية نرفد سوق العمل، وأحنا سعداء أنه جميع خريجين الجامعة الخليجية هم الآن حاصلين على وظائف، وليس في حصرا في مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين، ولكن لدينا خريج في جميع دول مجلس التعاون، وحقيقة كلهم أخذوا بوزيشن وأخذوا أماكن حلوة، والآن أغلبهم قياديين، لأن كون الخريج مالتنا خريج يحمل مواصفات متطلبات سوق العمل. المرتكز الثاني حقيقة والمهم هو الركيزة الثانية هو البحث العلمي. البحث العلمي في الجامعة الخليجية بدأ منذ يعني انطلاق الجامعة الخليجية، وتبلور حقيقة بأفكار عدة حتى تم احتضان مؤتمرات دولية في الجامعة الخليجية، على سبيل المثال مؤتمر العربي لجودة التعليم الذي تم احتضانه عام 2011، ومؤتمر International Conference in Networking and Digital Technologies اللي احتضن عام 2012، ومؤتمر دولي عالمي حقيقة. لأن احنا نحاول دائما أن نوجد حلول لمشاكل المجتمع. المرتكز الثالث والأخير اللي هو خدمة المجتمع، لذلك احنا انفتحنا على قطاعات المجتمع، وحقيقة الانفتاح على قطاع المجتمع هو ضمن استراتيجية الجامعة. ولتغطية الركيزة الثالثة
وحقيقة احنا ليس بمنأى عن افكار واستراتيجية مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، نحن نسبح في نفس الفلك ونصب في نفس المصب، وبالتالي احنا الهدف هو خدمة مملكتنا الحبيبة. نعم دكتور مهند، يمكننا بنتكلم شوي عن ناحية تنظيم الفعالية نفسها. نعم. من كان المسؤول عن تنظيم هذه الفعالية؟ حقيقة المسؤولية مشتركة بين الجامعة الخليجية وبين لجنة الإعلام الرياضي في جمعية الصحفيين. كجامعة خليجية احنا خصصنا الميزانية الخاصة، وما يسعدنا هو مشاركة طلابنا في هذا المحفل الرائع والاحتفالية الطيبة والجميلة، حيث يعني أبدو استعداد منقطع النظير طلابنا في التفاعل مع الأحداث والتفاعل مع هذا اليوم، وذلك انطلاقا من شعورهم بالحس الوطني والانتماء للوطن والانتماء لهذه الأرض اللي تستحق من عندنا حقيقة الكثير. زائدا لجنة الإعلام الرياضي تم إعداد برنامج الحفل ومراجعة برنامج الحفل، وتم اختيار راعي الحفل، وهناك منهاج كامل، وهناك جوائز تصل إلى 70 جائزة في الحفل الذي سيبدأ عند الساعة 5 من مساء يوم الخميس إن شاء الله يوم غدا، يبتدأ في الساعة 5 إلى الساعة 7 خارج الكامبس مال الجامعة، ثم ننتقل إلى الاحتفالية الرئيسية بحضور راعي الحفل، وتستمر الاحتفالية حتى ساعات متأخرة. حلو، يعني دكتورنا بتتكلم شوي عن الترتيبات والتنظيمات اللي صارت حق هذه الفعالية، في نفس الوقت بتتكلمني عن الحضور أو المشاركين في هذه الفعالية، بما أن الفعالية مرتبة من قبل الجامعة والجمعية، هل بيكونون مقتصرين على يعني هم على الحضور، ولا في بعد ممكن أن تكون الدعوة عامة للجميع؟ طبعا هناك مدعوين من قطاع الصحفيين، وبالذات رؤساء أقسام الصحف الرياضية في جرائد مملكة البحرين، شرائح كثيرة من قطاع الإعلام مدعوة للحفل، هناك بعض معالي السفراء مدعوين أيضا للحفل. الدعوة عامة لكل القطاعات لحضور هذا الحفل. حقيقة هو حفل ابتهاجا بالعيد الوطني، فالكل مدعو للمشاركة والمساهمة بهذا الحفل وإنجاح الحفل، وأكيد احنا سعداء بمن يحضر، ولنا الشرف أيضا أن ندعوكم لحضور هذا الحفل إن شاء الله. دكتور مهند، أيضا بتكلم شوي عن توجهات الجامعة، خلينا نقول في دعم الرياضة ودعم الشباب نحو الرياضة. نعم. شنو هي توجهات الجامعة؟ حقيقة كجامعة خليجية لها فلسفتها الخاصة، لها استراتيجيتها الخاصة بدعم الشباب. خليني أتكلم لك عن بعض المساهمات اللي قمنا فيها هذا العام الأكاديمي، من خلال الانفتاح على قطاعات المجتمع والشباب بشكل خاص، وتقديم لهم تسهيلات خاصة، تسهيلات مالية نتيجة للظروف العامة وكذا، فإحنا جزء من المجتمع، يجب أن نتفاعل مع المجتمع المحيط، فقدمنا لهم بعض التسهيلات، وبعض التسهيلات خاصة من الجانب المالي وفي الرسوم الدراسية، وطرحنا برامج أكاديمية رصينة ضمن متطلبات سوق العمل، اللي هي برنامج الإعلام والعلاقات العامة اللي يحتضن العديد من الإعلاميين حقيقة، وبرنامج الموارد البشرية، وبرنامج المحاسبة، وأخيرا هندسة التصميم الداخلي. حقيقة فتحنا على الجانب الرياضي إيمانا منا أن الرياضي من يرتقي باسم البحرين عاليا يجب أن يكرم، يجب أن يرعى، ونأمل أن يكون الرياضيين، ويسعدنا أن يكون الرياضيين كلهم حاصلين على شهادات يعني باشلر فما فوق. احنا احتضننا العديد من الرياضيين، وكانت لي تجربة قبل فترة مع أحد لاعبي منتخب البحرين لكرة الطائرة، اللي إجا قال لي يعني أشارك في بطولة أمثل بها مملكة البحرين خارج البحرين، فأني يعني خائف على المستقبل الدراسي وكذا، والتقى بي شخصيا وقلت له أنا أريد منك شيء واحد، روح جيب الذهب وما راح أشوف إلا الذهب، وفعلا راح وحصل على الميدالية الذهبية. وهذه المناسبة أقدم التهنئة لاتحاد البحرين لكرة الطائرة بحصولهم على الميدالية الذهبية. فإحنا منفتحين على الرياضيين بشكل خاص والصحفيين بشكل عام. يعني دكتور مثل ما نعرف أن في احتفالياتكم أو الفعالية اللي راح تقيمونها راح بتكون في عروض ليوة والعروض الشعبية. نعم. إيش كثر مهم في البحرين أن إحنا نحافظ على مثل هذه العروض خاصة في الأيام الوطنية؟ بكل تأكيد، شوف إحنا من وضعنا البرنامج الاحتفالي متناسق مع التاريخ، نبتدأ من الليوة اللي هي دبكة شعبية بحرينية أصيلة يبتدأ بها المهرجان، حاولنا نربط الماضي بالحاضر الذي نقف الآن على أعتابه نزهو حقيقة بما تقدم هذه ما قدمه جلالة الملك والحكومة للشعب.
فاحنا فرحين حقيقة. وثم ننتقل إلى بعض الفعاليات الأخرى، منها إلقاء الشعر، ومنها الفرقة العسكرية اللي تقدم لنا بعض المقطوعات وبعض الأغاني الوطنية بهذه المناسبة. فحقيقة احنا يعني حاولنا نربط ما بين الحاضر والماضي لنجسد صورة البحرين. حلو. بالصورة الرائقة والرائعة اللي نتمناها واللي نشوفها بعيوننا حقيقة. جميل. حلو. طبعا مشاهدينا في هذه الفقرة تعرفنا على الدكتور مهند المشهداني القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية. كل الشكر على حضوركم، نتمنى لكم التوفيق في الفعالية. شكرا إن شاء الله. جزيلا. شكرا لك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.